مش حاله سالم، ولهت عليه ولهت على ضربته معاي. قولي انك ابتكيتي منه، خلاص انسيه. ما اقدر انساه، سالم حبي، صديق عمري. انتي الحين سالم عرسه، فكري بريلك وبس، وما يخصك بسالم. صار عند حرمته، صار يجيبها من المطار وانا جيت هني. دارت ولا بعدها؟ يقول بيخبرها قريب، وانا خايفه من رده فعلها، ما ادري ان درت شو بتسوي. كيفه؟ بعدين انت ما يخصك، خليه يتحمل مسؤوليه. اي شيء يصير ينعكس علي ميثا، هو يتكلم كانه مو مهتم فيها، بس احس انه يحسب لها الف حساب، والدليل انه هدني وسار لها المطار. عادي، لازم يعدلن بينكم، وانت بعد لازم تساعدينه وما تسوي له مشاكل. لا تنسين انك انت قبلتي تتزوجينه. والله ما ادري يا ميثا، ما اعرف كيف بتمشي حياتنا. بتمشي، لا تتشائمين، اهم شيء انت تتقبلين الوضع. اتقبل الوضع؟ هي لازم اتقبله.